والمؤسسات الإعلامية وأعضاء السيدات والسادة الشركات والشركاء في 2030 التي أعدتها الهيئة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ممثلة بمديرتها السيدة غيدة عناني استراتيجية استنادا إلى المهام التنفيذية التي أناط انتهاء بالعمل باستراتيجية السابقة والتي شملت الأعوام 2011 عمل استقرار ازدهار عديد مع الوزارات والقوى الأمنية والجمعيات والنيابات بيتساووا في النساء والرجال بالحقوق والواجبات قادرات ومتمكنات شخصيا وعلميا واقتصاديا ومراكز قيادية بالمؤسسات السياسية والإدارية من خلال النهج القيادي الذي اعتمدته يتفق جميع من يعرفها عن قرب أو عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أنها لا تتعب ولا تستسلم فهي نشيطة ومثابرة في عملها وصريحة في أفكارها وعادلة في مواقفها طبيعية إلى أبعد الحدود على الصعيد الشخصي في تعاملها مع الآخر حتى أصبح رقم هاتفها خطا ساخنا للفتيات والنساء اللواتي واجهن ظروفا صعبة ويحتاجن إلى مساعدة أما حين يتعلق الأمر بالموقع الذي تمثل فهي لا تتهاون طبعا فهي ابنة دولة المؤسسات تميزت بإتقانها للدور التنسيقي الذي اعتمدته مع الوزارات والإدارات العامة كافة ومنظمات المجتمع المدني وحافظت على ثقة المنظمات الدولية بها وبالهيئة الوطنية في أصعب الظروف قادت فريق عمل يستمد منها قوة العزيمة والإصرار على متابعة تنفيذ المهام على الرغم من أي صعوبات وحققت إصلاحات إدارية وهيكلية جوهرية داخل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة حيث ساهمت هذه الإصلاحات في تحسين أداء هذه وها هي اليوم تطلق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030 بعد أن دولة الرئيس نجيب ميقاتي ممثلة لمعالي وزير العدل القاضي أنري خولي صاحبات وأصحاب المعالي حضرات السيدات والسادة في الوقت الذي تدمي قلوبنا مشاهد وأخبار سقوط الضحايا في الحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل في فلسطين وفي جنوب لبنان يحمل إطلاقنا اليوم لاستراتيجية وطنية للمرأة في لبنان معان عدة الأمر يعني أن دقة الموقف الذي نعيشه اليوم لا تثني الناشطات والناشطين عن المضي في العمل على تعزيز أوضاع النساء في لبنان وعن مواصلة الجهود لتحقيق هذه الغاية الأمر يعني أيضا أن صعوبة الظرف الحالي على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تحبط اللبنانيات واللبنانيين فهن وهم مستمرون في العمل بتصميم لجعل المستقبل المنظور متوافقا لتطلعاتهم هل في ذلك ما يدل على نقص في الواقعية في التفكير والتحليل أو على تعلق بأوهام مستمدة من فكر أمنياتي جوابا على مثل هذا التساؤل نؤكد أننا مدركون تماماً للصعوبات وللإحباط اللاحق بمجتمعنا إنما إيماننا بلبنان وبهويته وبشعبه يحفزنا على العمل خاصة أننا مدركون للطاقات التي يختزنها شاباتنا وشبابنا وللحيوية التي تميز شعبنا من هذا المنطلق نكون الصورة التي نريدها للمستقبل والتي نعمل لتحقيقها ولهذا الغرض نرسم استراتيجيات وخطط تطبيقها بغية التقدم في مجال ضمان الحقوق للنساء وضمان استفادتهن على قدم المساواة مع الرجال من الفرص المتاحة قبل دخولها إلى المفاهيم المستخدمة في عالم الأعمال والإدارة كانت عبارة استراتيجية تشير في المجال العسكري إلى مجموعة من المبادرات والأعمال المنسقة الرامية إلى تحقيق هدف معين والهدف الذي نتطلع إليه في الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان هو تحقيق المساواة في الحقوق والشراكة في الأدوار وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال إن الحقبات التاريخية الماضية لم تكن تعترف بالقيمة نفسها لكل إنسان ولم يكن هناك حقوق متساوية لسائر البشر
والقوة على النساء ظلت عبر التاريخ أشد مما كانت على الرجال، فهن كنا يعتبرنا دائما أدنى مرتبة. اليوم بدنا نبني على الروحية الحقيقية للتعاليم الدينية للكون، كما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساويين في الكرامة والحقوق. نؤكد في هذا الصدد أن عبارة جميع الناس تشمل النساء، ونعرب في الاستراتيجية التي نطلقها اليوم عن تصميمنا ليكون ذلك معمولا به في الواقع في لبنان. ما نريده أيضا من خلال هذه الاستراتيجية هو وقف وهدر مجتمعنا لطاقات أفراده من النساء. لم يعد مقبولا أن يبقى حضور النساء في الحكومة وفي البرلمان رمزيا، وأن تبقى غالبية نساء لبنان غائبة عن المشاركة في الإنتاج الاقتصادي. لم يعد مقبولا أن تبقى حقوق النساء في أسرهن محكومة بقوانين وبأعراف تم رسمها قبل قرون من الزمن. لم يعد مسموحا أن تتلطى مؤسسات دولة القانون التي نريدها لبلدنا بمصلحة عليا. لم نعد نخجل من تسميتها طائفية لعدم الاعتراف بمواطنة كاملة للمرأة اللبنانية تتيح لها نقل جنسيتها لأولادها. لقد أثبت الواقع أن نهوض المجتمعات وازدهارها لا يحصل من غير مشاركة النساء. لذا شملت الأهداف العالمية للتنمية المستدامة للعام 2030 تحقيق المساواة بين الجنسين، وقد تعمدنا في وضع هذه استراتيجية جعل سنة الانتهاء من تنفيذها متطابقة مع انتهاء مدة أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. سيداتي سادتي، إن تحقيق المساواة بين الجنسين لا تنجزه جهة واحدة ولا حتى مجموعة من الجهات المتوافقة المقتنعة بأحقية قضايا المرأة، إنما المطلوب هو تضافر الجهود كافة التي تبذلها القوى الحية في المجتمع إلى جانب المسؤولين لتحسين وتطوير وتفعيل طاقات هذا المجتمع. لا تفريق هنا بين النساء والرجال للعمل في سبيل إزالة التمييز في القانون بين الجنسين، فالرجال المؤمنون بالعدالة والناشطون في قضايا المجتمع هم أيضا من أوائل المعنيين بالتوصل إلى هذا الهدف، والعمل على صعيد الواقع يستدعي تعاونا بين الجهات كافة الحكومية منها والمدنية والدينية. وهنا لابد من الإضاءة على الدور التنسيقي الذي قامت ولا تزال الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تقوم به بين الوزارات والإدارات الرسمية من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى بدعم من الجهات الدولية. فعلى الرغم من الأزمات المتعددة التي مر بها الوطن وانهيار المؤسسات الرسمية وقساوة الوضع الاقتصادي، حافظت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على ثقة شركائها بها، ومضت في تنفيذ المهام الموكلة إليها بالقانون، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للأعوام 2022-2030 بنهج تشاركي. وهنا أشكر صندوق الأمم المتحدة للسكان على الدعم الذي وفره لإعداد هذه الاستراتيجية، كما أشكر منظمة أبعاد على دعمها المقدر لوضع الاستراتيجية، وذلك عبر مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية. كذلك أشكر شركائنا الدوليين وأثمن علاقات الثقة والتعاون التي تربط الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بهم: UN Women, ESQUA, UNICEF, UNFPA, GIZ, World Bank ومنظمة المرأة العربية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية الأخرى. والشكر والتقدير أيضا للوزراء والنواب والمدراء العامين وضابطات وضباط الارتكاز الجندري في القطاع العام الذين لم يترددوا لحظة للتنسيق مع الهيئة الوطنية والمشاركة في برامجها ونشاطاتها على الرغم من الضغوطات اليومية المدنية التي يعيشونها. كذلك لمنظمات المجتمع المدني والنقابات والجامعات والمؤسسات الإعلامية، شركائنا الدائمين في النضال للنهوض بقضايا المرأة. وتحية خاصة إلى أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفريق عملها استثنائي على مثابرتهم والتزامهم ووفائهم لهذه المؤسسة ولأهدافها. سيداتي سادتي،
في العمل التنسيقي الذي قامت به لإعداد استراتيجية، حرصت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على مشاركة ممثلات وممثلين عن 150 وزارة ومؤسسة ومنظمة من القطاعات الحكومية والرسمية والأهلية والخاصة ومن منظمات المجتمع الدولي في 10 جلسات قطاعية تمت خلالها مناقشة الأهداف التي يجب التوصل إليها والسبل التي ينبغي اعتمادها. وأول من بقق عن المناقشات المستضيفة تحديد الرؤية التي استلهمتها هذه الاستراتيجية لتحديد أهدافها وسبل تحقيقها، وهي أن تقوم النساء في لبنان بأدوار قيادية في المجالات كافة، وهن يتساوين مع الرجال في الحقوق والواجبات في دولة يسودها حكم القانون وتصان فيها حقوق الإنسان. وهذه المشاركة الجامعة والمقدرة هي التي أغنت لقاءاتنا ودعمت تنفيذ مهامنا. وفي مرحلة لاحقة ساهمت الوزارات في مراجعة نص مشروع استراتيجية مشاركة في صياغته، لذا يمثل هذا العمل خلاصة للخبرات التي تكونت لدى كافة الأفرقاء المعنيين بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين، وقد أتى إنتاجه ثمرة لعمل مشترك بينها. إن هذه استراتيجية هي وثيقة مشتركة لكل جهة أو هيئة أو منظمة أن تعتبرها وسيلة عمل خاصة بها، ونرجو أن تساعد خطة العمل التنفيذية لهذه الاستراتيجية التي يجري العمل حاليا على تطويرها الأطراف متعاونة كافة على تنظيم وإدارة النشاطات المساعدة على تحقيق الأهداف. وهنا نبني تطلعاتنا على تجربة نجاح تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي أعدتها الهيئة بالنهج ذاته ونجحت في تنسيق تنفيذها. هذه الأهداف تم جمعها بخمسة رئيسية تناولت مكافحة العنف المهدد للنساء ودعم تمكينهن وفتح مجالات القيادة أمامهن واعتماد قاعدة المساواة بين الجنسين في القوانين والسياسات وفي تنفيذها ودمج ثقافة حقوق الإنسان في الثقافة السائدة. نأمل أن نتمكن معا من خلال التعاون على تحقيق هذه الأهداف من رفع الظلم الذي لا تزال تعاني منه النساء في مجتمعنا في مجالات عدة أبرزها المجال القانوني. الإصلاح هنا يتوقف على الإرادة السياسية للسيدات والسادة النواب وعلى عمق إدراكهم لشعور الظلم والإحباط الذي يولده عدم إحقاق الحق ليس فقط على صعيد حياة المرأة بل أيضا على صعيد هدر القدرة على الاستفادة من طاقاتها على صعيد الوطن. وليست خافية النتائج الإيجابية التي من الممكن أن نجنيها على الصعيد الوطني من الاستثمار في الإصلاح الإنمائي المستهدف للنساء ومن تمكينهن من الوصول إلى المراكز القيادية. فالحكمة التي نتطلع إليها في قيادة وطننا ليست محصورة أيها السيدات والسادة بالرجال. وبعد الانهيار الاقتصادي الذي وصل إليه البلد وتفريغ مؤسساته السياسية من علة وجودها، آن الأوان لتغيير نمط التعاطي في أوساط القيادة السياسية والإدارية والاقتصادية لوطننا التي قلما تشارك فيها النساء. إلى ذلك آن الأوان أيها السيدات والسادة أن ننظر إلى قضايا السلم والحرب ليس فقط على أنها مجرد شؤون عسكرية ينفرد المختصون في إدارتها، بل لنا أن نعترف أنها في عصرنا هذا أكثر من أي وقت مضى باتت هذه القضايا أيها أيضا شؤونا سياسية ومجتمعية تستوجب مشاركة النساء في اتخاذ القرار بشأنها وفي إدارتها. واليوم لنا أن نعترف أن الانتصار والهزيمة لا تحددهما فقط المعركة العسكرية بل أيضا قدرة السكان وخاصة المدنيين من النساء والرجال على الصمود جسديا ومعنويا وعلى استنهاض رأي عام في الداخل وفي الخارج لم يعد يؤثر بوسائل الإعلام المعهودة. تكاد اليوم معركة الرأي العام أن توازي القدرة على القتال أهمية. تشهد على ذلك تطورات الحرب المدمرة في غزة ولا شيء يحول دون إتقان قواعد العمل في هذه المعركة من جانب النساء.
لقد آن الأوان لأن تأخذ دولتنا مطالبة النساء في المشاطرة في القرار السياسي في حالات السلم كما في حالات الحرب على محمل الجد. فالاستفادة من مؤهلاتهن وقدراتهن سوف تكون حاسمة مستقبلاً للنهوض على طريق التنمية. سيداتي سادتي، من الواضح أن التطور الذي نتطلع إليه يستوجب منا جميعاً أن نحقق ثورة في الثقافة التي تحكم تصرفاتنا. الأمر لا يتطلب منا القيام بأعمال دراماتيكية، إنما فقط مراجعة تصرفاتنا ومواقفنا الجماعية والعمل على بنائها على حاجاتنا الواقعية في يومنا هذا، لا على اهتمامات كانت رائجة في العصور التي عاش فيها أجدادنا. لقد تغيرت كلياً أنماط حياتنا، ولم نشأ لغاية اليوم التغيير في الحقوق المعترف بها للنساء في الأسرة. إن موضوع تطور الثقافة الاجتماعية التي تتناوله الاستراتيجية في هدفها الرئيسي الخامس هو موضوع أساسي يؤثر على تحقيق الأهداف الأخرى، والمسؤولية موزعة في تحقيقه على مكونات المجتمع كافة، من الأسرة مروراً بصانعي الرأي ووصولاً إلى القيادات السياسية والدينية. سيداتي سادتي، بعد أن قامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال السنوات السبعة الأخيرة بتنفيذ 18 برنامجاً إنمائياً وبإطلاق 85 حملة توعوية، أعدت وساهمت في إعداد 13 مشروع قانون، أعدت وشاركت في إعداد 21 دراسة، وشاركت في أكثر مئات من المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية، وشاركت في نقاشات اللجان البرلمانية حول قضايا المرأة، وأعدت تقارير لبنان الدولية بموعدها، وأعدت ونسقت تنفيذ خطة عمل أولى لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن والاستراتيجية الوطنية للمرأة لغاية العام 2030. نطرح على أنفسنا السؤال، كم سنة علينا أن نعمل بعد كي نزيل الظلم اللاحق للنساء على الصعيد القانوني كما على الصعيد المجتمعي؟ وما هو المجهود الذي علينا أن نبذله بعد كي لا يبقى دور المرأة محصوراً بهيئة أو بمؤسسة أو بوظيفة محددة، بل أن تكون المرأة موجودة في أعلى المواقع القيادية وفعالة في كل الوزارات والإدارات والمؤسسات والقطاعات؟ نحن نطلق معكم اليوم استراتيجية وطنية للمرأة في لبنان، ونطالب من خلالها بالمساواة في الحقوق وبالشراكة في الأدوار وبتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، طفلات كانوا أو أطفالاً، شباباً أو شيوخاً، من ذوات وذوي الاحتياجات الخاصة ومن جميع الفئات الاجتماعية، في حين يجب أن تكون استراتيجياتنا قائمة على هدف بناء القدرات الذاتية للفرد رجلاً كان أو امرأة، ودعم الكفاءات والاستثمار في الطاقات البشرية. فتطلعاتنا تتخطى النهوض بقضايا المرأة، ونحن نتطلع إلى بناء إنسان متمكن وفخور بهويته اللبنانية في دولة تقوم على العدالة واحترام كرامة الإنسان، كل إنسان. بالختام بدي أتشكر دولة الرئيس نجيب ميقاتي ممثلاً بوزير العدل أنري خوري لرعايته إطلاق استراتيجية وطنية للمرأة بلبنان، على أمل تفتح القاعات السرايا الحكومية اللي عم تترمى من وراء انفجار بيروت. بدي أتشكر كل واحد منكم اليوم، وجودكم معنا بيعني كتير لنا، معناتها أنه غير التزامكم بقضايا المرأة هو تقدير لكم للعمل، عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة. وأخيراً ليس آخراً بدي أتشكر أعز إنسانين على قلبي، بدي أستخدم المناسبة اليوم، هن أهلي، بي وأمي، ما رح أحكي ألقاب، هن أحلى ألقاب لألي. بدي أتشكرهم مش على الثقة اللي عطوني إياها أنه تعين بالهيئة الوطنية وترأست الهيئة، ونعطاني أكيد فرصة كتير دافع عن قضايا أنا بتهمني اللي هي قضيتي بالنهاية. بدي أتشكرهم لأنه ولا لحظة بهالسبع سنين ولا لحظة حط لي سقف لإبداء رأيي، للمواقف اللي أخذتها إن كان سياسية أما قضايا تانية من قضايا المرأة، ولا لحظة طلب مني أنه خفف الدوز. بقى بدي أتشكرهم لأنه هيدي هي تطلعاتنا، أنه يعترف للمرأة بكيانة بغض النظر من امتناء السياسي أما العائلة.
هاي هول هن تطلعاتنا. وشكرا لإصغائكم. الأستاذ نجيب ميكاتي ممثلا بمعالي وزير العدل القاضي هاري خوري، تفضل. قلت لها لمدام كلودين بوعدكم كنتي أقل، أكيد أقل وقت. حضرة رئيسة هيئة شؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين هون، أيها الحضور الكريم، شرفني دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي بتمثيله في هذا الحفل، وازددت شرفاً لأنه مؤتمر يخص المرأة اللبنانية وحقوقها، وهو موضوع شديد الأهمية على كافة الأصعدة. لطالما يكسر الحديث عن المرأة في مثل هذه المناسبات بأوصاف وأبيات شعر تتكرر كقائل أن المرأة نصف المجتمع، وأنها الأم والزوجة والأخت والبنت، وأنها كما وصفها الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة ريحانة وليست بقهرمانة، أو أنه كما قال فيها المتنبي في رساء أم سيف الدولة: وما التأنيس لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. كلها أوصاف عظيمة، لكن الأهم يبقى في تطبيقها وفي إنشاء منظومة ثقافية وتشريعية وتنفيذية تقوم على التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وهو ما دأبت هيئة شؤون المرأة اللبنانية على القيام به مشكورة، حتى تكللت جهودها بوضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان. أيها الحضور الكريم، لست أظنكم تتوقعون مني أن أخفي تقدما ملموسا تم تحقيقه على صعيد الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة، وعلى صعيد المجتمع اللبناني المتنوع الثقافات والأفكار. فقد انتقلنا من التجريم العام للعنف إلى إقرار قانون خاص في العام 2014 يجرم العنف ضد المرأة وسائر أفراد الأسرة، ويتضمن تدابيرا حمائية لها، ثم إلى تعديل له في العام 2020. أمن قدراً أكبر من الحماية مع توسيع رقعة التجريم وتشديد بعض العقوبات، وذلك تماشياً مع التزامات لبنان الدولية، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات تنفيذية على صعيد السلطة القضائية والأجهزة الأمنية. كما انتقلنا بمجتمعنا من فكرة تقبل العنف ضد المرأة في بعض الأحيان إلى ثقافة مناهضة هذا العنف ونبذه في مجمل الأحيان، ولعل مرد هذا التقدم في فترة زمنية قصيرة هو أن المرأة اللبنانية كانت عبر التاريخ من أكثر النساء تحرراً بالمقارنة مع محيطنا العربي، وكان لها دور بارز في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية. ولست أظنكم تتوقعون مني أن أخفي عليكم أن هذا التقدم ليس بكاف ولا يمكن التوقف عند هذا الحد، إذ أننا نحتاج دوما إلى تطوير تشريعنا وإجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال بالتعاون البناء فيما بين كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. إن إقرار الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان هو الحجر الأساس الذي أرسى التعاون بين كافة المتداخلين في مجال حماية المرأة، وهو خير دليل على أننا في لبنان نقوى على الأزمات والصعاب التي مهما طال أمدها مصيرها الزوال بعزيمتنا وتعاوننا. أيها الحضور الكريم، لابد لي في الختام أن أنوه بجهود الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بشخص رئيستها وأعضائها الذين يعملون في أصعب الظروف بموازنة شبه معدومة، لكن ذلك لم يعق حركتهم الدائمة في سبيل تعزيز حماية المرأة اللبنانية ودورها، ومن تحقيق إنجازات ملموسة
آخرها إنشاء الاستراتيجية الوطنية. فهنيئا لنا جميعا بهذا الإنجاز وشكرا لكم. للمرأة للتوصل لعدم التمييز بالحقوق والواجبات وبتكافؤ لاحترام حقوق الإنسان وقواعد حوكمة رشيدة. تقوم النساء في لبنان بأدوار قيادية قرار مجلس أمن 1325، الدروس المستفادة من منظمات من المجتمع المدني وبالمشاركة من المنظمات، طلعت الرؤية الاستراتيجية والأهداف الرئيسية لها الاستراتيجية. مثل ما مواقع قيادية مبدأ المساواة بالقانون وأكلزان بالهدف الرئيسي الأول يلي خاصه بالعنف للعنف، للهدف الاستراتيجي الأول عنف، والهدف الثالث ضمان وصول المستوى التعليمي. ولكن بالمواقع صنع الاقتصاد الفعلي للنساء بيتحقق عندما تتوصل لهدف الاستراتيجي الرئيسي في ثلاث أهداف فرعية تطوير سبل. الهدف الرئيسي الثالث النساء يشغلن والإدارية والاقتصادية والأمنية. ننتقل للأهداف الفرعية لهال